ضربت معاكي يا خالته، ضربت معاكي. يعني انا اقعد طول حياتي ببرم في الاستديوهات وفي كل حته عشان بس اقول كلمه ولا اطلع اعدي كده بس، وهي من مكالمه تليفون تطلع في حلقه لوحدها. طب كانت خدتني معاها بدل اللقطه اللي معاها ده، على الاقل كنت اعرف اعمل كاروت كيك ولا اي حاجه كده شيك. انما لا طبعا، هي تنفسن مني، لان انا لو رحت معاها هاكلها، هاكل منها الكاميرا، هسرقها منها كده. ميرسي ميرسي يا خالو قوي. لا حول ولا قوه الا بالله، والله والله يا بنتي مش انا اللي بعت لها الاوردر ده، عشان كده ربنا كرمها. ما انت عارفه خالتك محظوظه، كلمتهم بالتليفون ردوا عليها بعتوا لها. انت في الاخر برنامج طبيخ ما يليقش بمقامك. اه طبعا، انا مقامي اطلع بظهري اخد سكينه في رقبتي. عامل لك ايه؟ ما انت اللي فقريه وحظك فقري. اذا ربنا يكرمك المره دي. يا ترى المره دي بقى انا هطلع مشنوقه ولا محروقه؟ لا المره دي حاجه مختلفه، حاجه جديده، فيديو كليب مع عمرو دياب اظن. لا يعني مش للدرجه دي، اقل من كده شويه. مهرجانات في مطرب شعبي عامل اغنيه جديده هتكسر الدنيا، الاغنيه دي هتتصور بكره، وطبعا ما ينفعش اشوف خير لبنت اخت حبيبتي واحرمها منه. يعني برضه يا خالو جايب لي شغلانه اطلع فيها صمته. يا حبيبه قلبي كل النجمات اللي انت شايفاهم في الساحه دول بداوا كليبات واعلانات، بس انت اعتمدي عليا المره دي. قولي يا خالو، انا حلوه قدامك ولا وحش؟ قمر طبعا. صوتي حلو وبعرف اغني ولا لا؟ ممتاز. بعرف ادي ادائي كويس ولا لا؟ ادائك طبيعي ومتميز. كتير عليا كتير عليا يبقى عندي فانز؟ اشمعنى؟ اشمعنى مريم فارس مثلا عندها المريميز، مايا دياب عندها الديابرز، هيفا عندها الهيفاهوليك، اليسا عندها الاليسيانز؟ ليه ما يبقاش في يوم من الايام جروب فانز اسمه اللي هيفا؟ ليه خالو؟ انا مش فاهم انت قلت ايه اساسا. عشان بقى حضرتك سوري معلش اولد فاشون، في جابه بين الاجيال، عشان كده انا هفضل قاعده مكاني هنا مبطوطه كده بتفرج على خالته بتطبخ في التلفزيون. في الاخر بقيت اولد فاشل. ورجعنا لكم تاني، وزي ما وعدتكم في اول حلقه معايا الضيفه اللي مشرفاني في الاستوديو دلوقتي، مدام ابتهال، اللي هتقدم لكم اكله بتقول انها قعدت تفكر فيها مده طويله قوي 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 عشان تقدمها لكم. احنا على الهوا، احنا على الهوا، على الهوا. ايوه ترى الدنيا طراوة. ايوه طراوة طراوة فعلا، من فتح عن اذنك شويه يعني. الناس شايفنا في ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ هضطر اطلع فاصل ونستعد لتقديم. انت يا لهفه شايفاني يا لهفه؟ هنطلع فاصل ونعود بعد الفاصل مع مدام ابتهال واللي معاه. يا اعداد اسمعوني، انا قلت 100 مره ما تجيبوليش ناس من بره، انت جايبين لي كوارث، في كارثه معايا في الاستوديو هنا على وشك الانفجار، ومعاها داهيه لابسه لي بدله صاعقه. انا عايزه افهم بقى، انا عايزه افهم ايه اللي انت عملتيه ده بالظبط؟ ايه اللي انت عماله تعمليه؟ ويا لهفه لهفه لما تبقى تلهفك ان شاء الله. تعال هنا، تعال هنا، انا عايزه افهم ايه اللي انت عملته ده؟ يا مهلبيه انت. مهلبيه ايه؟ مهلبيه ايه؟ ده انا عندك بزياطك في البرنامج، خلي الناس تشوفي. عمال رايح جاي، خيلتني مش عارفه اقول كلمتين للناس، وبعدين ايه؟ جعان جاي تاكل عندنا هنا، نازل اكل 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 اكل. بس انا بقدم لهم مهلبيه انت يا مهلبيه. بس بقى يا ناس ما ينفعش كده ابدا، ما ينفعش. اسكت اسكت. حاضر. الهوا من فضلكم اهدوا شوية. حاضر. أنا طالعة على الهوا، أنا لوحدي وبعدين أنتوا. حاضر. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل. شايف يا بابا خالته؟ بتعك قاعدة بتعك بس. مدام ابتهال إيه ده؟ إيه الكلوز ده؟ إيه ده؟ دلوقتي بقى وشها هيبقى محفوظ وأنا محدش هيعبرني. هقدم النهاردة. أيوة بصراحة طول ما أنا جاية في الميكروباص. طبعا لازم يكون باص. الميكروباص. يا سلام. يا سلام. شايفة لهفة خالتك واكلة الجو من مدام رجاء. صينية جرى إيه يا خالو؟ ما إحنا عارفين اللي فيها.
انا عايزه اموت عشان انا هقلب خلاص مش قادره. ليه؟ اللي معدل المسلسل التركي. احنا ما صدقنا حد من العيله طلع في التلفزيون. والله ابتهال دي أروبة. وورق عنب وقلقاس وكوسه. يلا بضعت يعني الحمد لله. طبعا جاب كل مكونات الطبق اللي مدام ابتهال هتقدمه لكم، وان شاء الله بالهنا والشفاء باذن الله. بعد ما تعملوا هتحطوه في الفرن زي ما قلت لكم، وبعدين هتنتظروا عليه شويه وربنا يقدركم باذن الله وتاكلوه. نطلع فاصل تاني ونعود. بتعمل الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. مساعد ايه؟ ده المساعد. مساعد ايه؟ ده بيجي يعمل ايه بالظبط؟ انا هقوم انزل عشان عندي شغل، وانتوا بقى بعد ما تتعلموا احكوا لي اللي حصل. ماشي خيرو هنتعلم. خليكوا كده كلكوا طيبين قوي. الطيبه دي ما بتنفعش في الوسط ده ابدا. وعايز افكر الساده المشاهدين اللي عايزين يتصلوا بينا على البرنامج على الهواء مباشره يتصلوا على الارقام اللي ظهر دلوقتي على الشاشه. مدام بتهال قولي لي. ما شاء الله ما شاء الله. انا عايزه انام قوي كده، بس عليا النوم فجاه. انا هقوم وحضرتك بقى تبع خالته الحبوب الاموره دي، وانا هتفرج عليها في الاعاده. تصبح على خير يا حبيبي. انا هشوف الفاصل على الله يحطه ميكي ماوس. معانا اتصال. الو. ايوه يا استاذه رجاء، انا مش فاهمه يعني ايه الجديد في طريقه عمل المحشي؟ ما هي عملته زي ما كل الناس بتعمله عادي يعني. بصراحه يا استاذه الحلقه دي ما لهاش اي ثلاثه لازمه. لا الحقيقة ضيفتي ضيفة مميزة جدا جدا. يكفي انها مثلا بتقور البتنجان بايدها الشمال. مالك باصص يا جماله يا حلوياته يا ساتر يا رب يا حركاته يا زحليقه. ايه زحليقه دي؟ طيب احنا ايوه انت معايا لسه على الخط ولا ايه؟ انت بتسمي العك ده نجاح؟ بصي يا استاذ رجاء انا عندي افكار طبخ كتير جدا، لو استضفتيني الحلقه الجايه هعمل لك احسن من العك اللي الست دي عامله لك. الحلقه الجايه؟ مش لو البرنامج ما اتلغاش قبل الحلقه الجايه. طيب شكرا لاتصالك، متشكره قوي قوي قوي. ونطلع فاصل. لا استني استني قبل الفاصل. ايه انا الصوت ده مش غريب عليا، عارف مين دي؟ ايوه البت لهفه. يا لهفه يا عدوه النجاح اخس عليكي. ايوه والنبي يا لهفه سجلي الحلقه دي عشان هنعمل دلوقتي عيد ميلاد مدام رجاء الجداوي حالا. انا اسفه هم الحقيقه اخذوا من حماس شويه. شفتي الموكوسه بتقول عليا ايه؟ خلاص خلاص من فضلك هنرجع بعد الفاصل. وسيدتي سادتي انستي يا محذبين يا قل قل لا 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 ده تالت مره بتكلم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إذا كان في حلقة قادمة. الحقوني الست دي مش هتطلع تاني من النهاردة. ما فيش رجاء. أنا رجاء. ساندي عمران ازيك؟ يا لهوي ده انا ما عرفتكش، انت عرفتني ازاي؟ من خفه ايدك لما شفتك كنت بتاخدي علبه العصير الخالي من السكر وبتحطيها في شنطتك عرفتك على طول. طول عمرك ايدك خفيفه، لكن لسه ايدك خفيفه زي ما انت. ايوه طبعا تربيتك. فاكر زمان لما كنت بتعلمني كمان اشرب من علبه العصير واحطها فاضيه في الرف؟ يا سلام كانت ايام حلوه. فاكره لما كنا بنتقفش كنا بناكل كل علقه وعلقه ما ياكلهاش حرامي في مطلع. وفاكره اول مره شفتك فيها لما كنت ساقطه في الاعداديه وقعدت تعيطي تعيطي، صعبت عليا خدتك من ايدك عشان اروحك، قمت وقعت مني في البلاعه اللي على راس الحاره، شديتك من ايدك طلعتك بالعافيه، لقيت هدومك متقطعه، عرضت عليك انك تطلعي الشقه عندي عشان تغيري هدومك، لكن انت رفضت بكل اباء وشنن. لحظتها بس عليت في نظري. ايوه ما انا ما رضيتش اطلع معاك البيت عشان كنت عارفه ان البيت عندكم مدروس وعيلتك مرطرطين كده، فقلت بقى الطلعه مش هتجيبها. ما ابدا كلهم كانوا في معسكر في مرسى مطروح. خسارة يا دي الحظ الفقر، ده انا منحوسه طول عمري. بقولك ايه، ايه رايك بقى اعزمك عزومه حلوه نتغدى وبعد ما ناكل ونحلي
تتلكك للراجل صاحب المحل وتتضايق عليه انه بصلك بصة كلها تحرش، ونعمل له بوليكة ونهرب من دفع الحساب. الله، فكرة حلوة قوي، بس للأسف بقى مش هينفع انفذها معاك. ابويا قفش عليا اليومين دول خالص، وحارب بقى لو اتأخرت هياخد مني العدة. بابا، وابوك لسه عايش؟ ايوه. معنى كده ان انت لسه ما اتجوزتيش؟ لا، انا لسه انسة. إذا كان كده بقى يبقى تديني نمرة تليفونك وعلوانك والباقي عليا. بقولك إيه، عندك سكر في البيت؟ عندي بس كله دايت، عايزة من ده. خد الرقم بقى، 011 41 36. ينفع اللي اتعمل فيا ده يا خالتي؟ ما كانش يومك يا بتاع، ما كانش. تتكلمي على نفسك بس طبعا، مش همك انا. خرشبكوا كده لما يعيدوا الحلقة، هنشوف الضرب ده تاني. قولي من وش يا ست انت، انا عفريت الدنيا بتتنطط من قلبي. لا ساكي، لا ساكي، منور الشاشة يا ايمن، منور الفضائيات يا بتاع. ايه ده مكياج صح؟ اه مكياج. مكياج ايه يا اهبل انت؟ يا انت مش شايف الخمس اقلام اللي على وشي دول بتوع مين؟ مين؟ بتوع مدام رجاء الجداوي يا بندق. مدام رجاء الجداوي الشيف؟ ايوه، مدام رجاء الجداوي ضربتني بالقلم يا بندق. يا بختك. امال انعام سلوسه هتعمل فيا ايه لو شافتني؟ يا اخويا ما هو كله مني، كله منك. انا السبب في الدرجة. انا ايمن اتضرب من رجاء الجداوي. يا لهوي لو انعام سلوسه شافتني، يا لهوي. بتنا فين؟ كله بسببك انت. انا انت اللي بوظتني. بتضربي تاني؟ بتضربي تاني؟ بوظتني. مد ايدي عليك. لا لا بس يا بوك، هي مجنونه. انا مش انا اللي بنفسن الاول، هي اساسا بتنفسن عليا جواها والله صدقني. معلش انا هتصرف. والله والله ما سايباش يا كلبه. شكلك رهيب يا كلبه. وات از يور بروبلم يا خالته؟ يا بنت انا عملت فيك ايه؟ عملت فيك ايه؟ انت دمري لي مستقبلي. استني بس، عيب 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 كده يا ابتهال. حبيبتي ابتهال، انت برضه مش وش فضائيات، انت ارضي اساسا ومن غير اريال. خالته انا عملت كده عشان مصلحتك. يا اختي مصلحتي ده ايه؟ مصلحتي ده ايه يا اختي؟ ده انا امه لا اله الا الله اتريقت عليا وانا جايه في الطريق. دلوقتي الحلقه تنزل على الانترنت، حلقه ساخنه بين ابتهال ورجاء. ده انا للاسف صيطتك. صيطتيها؟ انت بتصيطي وانا ما اعرفش؟ صوتت وعيطت، ده انا خدت حته روسيه. بس مش مهم، كل يهون في سبيل الشهره والمجد. المهم طلعت في التلفزيون وانت لا. خلاص خلاص بقى يا سيدي ابتهال، لما انت دايما تعملي لها فضايح كده والجيران يقولوا علينا ايه. اتفضلي اتفضل، جايبين شحاتين معاكم، خد يا ابني الله يسهل لك. ريح انت بقى يابا خمسه كده على جنب دلوقتي بعد اذنك. ده ابني. ايوه ريح لي انت بقى خمسه، عشان انا الست اللي بيقولوا عليها خالتي دي عليا الطلاق لانفخها دلوقتي. انفخ. وما تتكلمش معايا انت، عشان انا اصلا ما بحبكش. عشان انت اصلا مش عايزك تبقى ابويا. بابا نو. بابا نو ايه؟ انتوا خليتوا فيها بابا نو، وربنا يعوري في وشي. وربنا يعوري. لا عجبك كده؟ دمرتي اخويا، دمرتي اخويا. ايه هو ده بقى الكليب اللي هيكسر الدنيا يا خلو؟ طبعا صدقيني انا غشيتك قبل كده. لا لا سمح الله، ده كل الحاجات اللي حضرتك بتجيبها لي عسل. هو اسمه ايه بقى المطرب اللي انا جايه اعمل معاه الكليب؟ حافظ. حافظ؟ اسمه مش فني خالص. ازاي اسمه مش فني؟ ما انت عندك عبد الحليم حافظ. طب هو فين بقى؟ احنا بقالنا ساعتين مستنيين. عند الحلاق بيحلق شعره زي ما انتوا جايه. حلاق؟ هو هنا مفيش كوافير ولا ماكير؟ انا عندي حاجات عايزه اظبطها. لا انسى بقى الحاجات دي، الحاجات اللو بادجت زي بتاعتنا دي بيبقى ايه على قد كده. وبعدين الحاجات دي بتكسر الدنيا، انت ما بتشوفيش شعبيات ولا ايه؟ بتفرج يا خالو، بس واضح ان المستوى اللي احنا فيه ده اقل من الشعبيات. مستوى دول نجوم كبار قوي. انت ما بتتفرجيش على اوكا وارتيجا وشحته كاريكا وفيفتي والسادات؟ والله العظيم يا خالو احنا لو وصلنا للمستوى ده انا هديك بوسه كبيره. خد امسك لي الشنطه دي كده. مانجر شايلين الشنطه بتاعتك. ايوه ايوه هو كده. معلش بقى يا ابو الكباتن، الحته دي بقى تاخدها موتور رجلي عشان عندي شغل هنا. الله يبارك لك. طب هات بقيت الخمسه جنيه. خمسه جنيه يا عم؟ لا لا انا جايبك من المترو لحد هنا. اسال اي توك توك في الشارع، لو قال لك اقل من 7 جنيه يبقى بحق. يعني هي كده؟ اه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتحاسبني عليا في يوم زي ده ليه؟ هو استلم مودي. هعرفك عليه. السلام عليكم. ازيك يا فنان؟ عم عمراني عالمي.
بقول لك ايه، جبت الحتت اللي هتنططوا حواليها في الكليبايه؟ حتت ايش؟ ما تقولش الكلام ده، اسمهم موتلز. موتلز؟ وبعدين انت هتبقى نجم كبير وهتطلع في الفضائيات اللبنانيه كلها، عيب كده. عليا النعمه انت يا عم عمران راجل بروفيشنال. الواد اللي كان معايا في توك توك ده هو اللي قالها لي، تعب بدندله كده في الطريق، قال لي عليا الطلاق انت مطرب بروفيشنال. على فكره اللوك اللي انت عامله خطير وشعرك تحفه. ربنا يخليك يا استاذ. انا قلت بقى ما دام فيها تصوير كليبايه رحت رايح للحلاق مظبط ونزل على الوكاله مبضعه عشان الكلام بيفرقع. باذن الله هتفرقع وتكسر الدنيا، انت هتبقى اجمد من تامر حسني. اسمع من بقك ربنا يا استاذ. اتفضل، انتوا واقفين على الباب ليه؟ اتفضل. يا فنان ايه اللي اخرك بس كده؟ معلش بقى، وانا جاي في التوك توك قابلت زبون استحرمت ما ركبوش، ده رزق يا عم. انا مش فاضي لعب العيال ده، انا مهم. بقول لك ايه، حياه ابوك عايزين ننجز صاحب الفيلا لو هرش ان احنا بنصور من ورايا انفخني. لو سمحت. نعم. فين الاوضه بتاعتي؟ اوضه لتجباتي هنا ولا ايه؟ خلاص ادام ما فيش اوضه يبقى في كرفان. كرنفال ايه يا عم عمران؟ ايه خلو، امال هلبس فين؟ يغيروا في الحمام بقى ولا حاجه؟ لا مؤاخذه فنان، نسيت اعرفكم ببعض. لهفه بنت اختي فنانه كبيره. بقى الوساطه دي هي اللي بوظت الوسط الفني. دي مش وساطه، احنا لما نشغل لحمنا ودمنا نمنع الدخلة والمتسلقين. على فكره انا موهوبه. خلاص حاضر اشوف لك اوضه يا استاذه. خلاص. ايه ده، هو مفيش معدات اضاءه ولا كاميرات؟ ايه يا خلو فين التصوير؟ جري يا استاذه، انت جاي تتنك علينا ولا ايه؟ قول يا نجم، هو الاغنيه دي اسمها ايه؟ اسمها غريق. الله، غريق. غريق في بلاد غريقه. حلوه، حلو، هنكسر الدنيا. اقول لك ايه بقى، اهم حاجه وانت بتصورني وانا غريق، عايز ابان رومانسي. رومانسي؟ بص، هو القبول ده بتاع ربنا، هنحاول نتصرف. نتصرف، هنحاول. دي غالبيات واحنا ملناش فيه، بس هنحاول. طيب استاذن انا بقى يا جماعه، فنان مش هوصيك عليها، لا مؤاخذه لازم امشي عشان عندي ميتين. حلو، تمشي تروح فين انت؟ المفروض المانجر بتاعي تبقى زي دلي كده. اه، عشان بس اجهز للكليب بتاع بكره مع وائل كفوري. مع وائل كفوري. مع وائل كفوري. اوه، وما تنساش الاسبوع اللي جاي مع راغب علامه. يا خيلو والله يا اسطى، راغب لسه ما اتفقناش معاه. خلاص مش مشكله، يبقى الالبوم اللي بعده بقى. طيب ماشي، ادي شنطه اللاكورات بتاعتك اهي، والمناطيل فيها كل المناطيل وبنطلون البيجامه. سلام عليكم. ايه ببعت لي الاسيستنت بتاعتي والسليسيون. دي حاجه هايله خالص 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 مالص. ساحر يا مجدي، الله عليك. هو حضرتك المخرج؟ امال ايه، انا على فكره من كل الزوايا حلوه. طبعا، والزاويه دي هايله، والزاويه دي هايله. اهلا وسهلا. انت جاي تصورنا؟ انا عامل فيك هصورك وكل حاجه. انت امرايا امرايا. اسفه على التاخير، الميكروباص كان زحمه موت يا فنانة. مش كده مش كده، ايه اللي اخرك؟ انا اسفه يا استاذ، مش هتتكرر اوعدك. اوكي، هو انت ورايا ورايا؟ انت مركزه معايا كده ليه؟ حلوه. سامعي يا استاذ الاسلوب اللي هي بتتكلم بيه، انا فنانه ملتزمه وجايه قبل اوردري بساعتين، هي اللي جايه متاخر. على فكره يا حبيبتي، لو مش عاجبك شوفي لك اي كليب تاني اشتغلي فيه. انت بتتنططي على، انت فاكره نفسك يسرى؟ لا يا حبيبه قلبي، انت اللي تشوفي كليب تاني. انا جايه يا استاذه، انتوا جايين تبوظوا لي الكليب بقى ولا ايه؟ ما تنساش ان انا قلت لك انك هتبقى اجمد من تامر حسني. ايوه صح، انت عسوله انت. اتفضلي يا استاذه. شكرا، يبقى تشوفي لك حته عادي فيها. يلا مع السلامه. انت مصدق موضوع تامر حسني ده؟ اسمع بقى مجدي، خلينا في المهم. ايه الكيسه دي دلوقتي فيها هدومي وشويه برتقان كده وبتاع، عايزك بقى تعصره لنا كده تعمله عصير عشان نخش الكليب بقى فريش. ما تقلقش يا فنان، هغرقك. يا فنان قلت ستوب ليه بس يا فنان؟ مش هينفع كده يا استاذ، انت بتكروتني، مش حاسس ان انا رومانسي. رومانسي ايه يا عم؟ بقول لك ايه، لعبش فيا. فين البنات اللي قلت هتشقلبوا حواليا في الكليبايه؟ ما هم حواليك اهم يا حبيبي. بقول لك ايه يا استاذ؟ نعم. مش حضرتك عايز تطلع رومانسي؟ انا وشي بريء، لو وقفتني جنبك قدام هساعدك جدا. على فكره يا نجم، على فكره انا شعري الاسود ده لايق على الجاكيته الحمراء، والله جربني بس. مش اي حد يوقفني. بطلي بقى يا قلوده، هو كل ما اعمل حاجه تسرقيها مني وتعملي زيي؟ انا قلوده يا من نفسنا يا اوفر. ايه ده، سيبنا لك بقى السنبله يا حلوه. ايوه انا سنبل طول عمري. خلاص بقى، نطني في ام البسين عشان اخلص. يعني انا اللي هقف قدامي يا استاذ؟ خلاص اقف انت قدام. خلاص استاذ مجدي. ايوه يا حلوه. النجم قال انا اللي هقف قدام. يبقى تقفي قدام طبعا، امال ايه؟ استاذ مجدي. ايوه مفيش داعي افكرك انا جايه متاخر النهارده ليه؟ امبارح عش البلبل. حصل اللي حصل اهو، ليل وعدى. هدي اخلاقك، انت هتروحي ناحيه الشمال وتتميلي ناحيه اليمين، وانت بقى هتروحي ناحيه اليمين وتتميلي ناحيه الشمال. يلا حركه.
مالك بس يا فنان بتقول ستوب ليه تاني؟ مش اسلوب شغل الكروته دي. فين يا استاذ شخصيه ميمي اللي قلت هتبقى معايا في الكليبات؟ يا حبيبي بعدين، حاضر ميمي دي بعدين، نهدى بس. حاضر. ايه استاذ، انا ممكن اعمل شخصيه ميمي لو سمحت؟ ماشي خلاص ماشي. استاذ انا لايقه جدا على ميمي صدقني، الجاكيته الحمراء والشعر الاسود. خلاص اعمليها انت. ما تبطلي بقى، هو هيبقى سواد من جوه من بره ولا ايه؟ سبتلك انت البياض يا صفرا يا متهوكه. حبيبتي البلوند ده موضه. البلوند موضه ده من 10 سنين مش دلوقتي يا حلوه. بقول لك ايه استاذ، انا اللي هعمل ميمي. خلاص يا استاذ اعملي ميمي وخلصيني. ماشي، من فضلك يا استاذ مجدي، النجم قال انا اللي هعمل ميمي. يبقى انت ميمي طبعا اكيد. امال مين ميمي؟ استاذ مجدي لو هي عملت ميمي انا هقفش. يا حبيبتي حصل اللي حصل، انت كمان هتعملي ميمي بس في الكليب الجاي. نهدى كده ونركز، كلنا ميمي يا جماعه، ما حصلش حاجه. خلاص يا حلوه انا البطله، ورينا بقى هتعملي ايه. اوف. الو. ايوه يا ساندي. ايوه حبيبتي، هتجنن عشانك. وانا كمان والله. يا سلام يا سلام يا سلام على الرقه اللي انت فيها. بقول لك ايه، انا داخل عليكي الاوضه. لا بالتاكس. طب ايه هنروح فين؟ هننزل نروح مشوار، هنشم شويه هوا، هموت عشانك. وانا كمان، يلا تعال مستنياك. يا سلام، كأني شايف الشمس على جبينك. عارفة أكتر حاجة فيكي بتعجبني إيه؟ إيه؟ رقتك وجمالك واختيارك لألوانك. الفوشيا جنب الجميزي اللي لها. ما أنا قلت أختك بقى ونرجع فلاش باك لأيامنا وليالينا. بس أنا على فكرة زعلانة منك كده، تقعد كل ده ما تسألش عني. ما أنا كمان كنت واخد على خاطري منك وزعلان عشان لقيتك ماشيه مع كل اصحابي من ورايا. من وراك ازاي يا عمران؟ اما احنا كنا رايحين جايين قدام عينيك وانت شايفنا. ما هو مش من رجوله ان انا اعرفك ان انا شفتك واحرجك قدام اصحابك. ماشي معاك حق، عامه هم كده كده كلهم خلاص مشي وراحوا في 60,000 ده، محدش فيهم عمر الا انت. قول لي بقى هتيجي تتقدم لي امتى؟ انا اتقدم لك؟ ايوه يا حبيبي. انت امال ايه؟ اه انت ناوي بقى تقضيها بلاي ستيشن وعايز تلعب بيا بقى وكده. ايوه يا ساندي، بس انا لسه بكون نفسي، وبعدين انا تحت السن. تحت السن؟ ده انت عايش اكلينيكيه. امال يا حبيبي مسكه الايد والحركه والفرق اللي عمال تعمله ده كان ايه؟ ها، وعلى فكره بقى انت ايديك من النوع اللي بيعرق وانا مش عايزه اتكلم. بقول لك يا ساندي، قله الادب والزعيق بتاعت زمان انا مش هسمح بيهم دلوقتي. انا دلوقتي راجل كبير وعندي امراض. وريني اخرك. بقول لك ايه، ما تستفزنيش. ما تستفزنيش انت، وانجز ولخص واتجوزني بدل ما تضير اتجوز حد غيرك. ايوه ساندي، بس انت لسه بقى هتقعد تبسبسلي وتنونولي. بقول لك ايه، شغل القطط ده انا مش فاضياله. عن اذنك ما عطلكش. ساندي ساندي، وحساب الحاجات اللي طفحتيها. يا بنتي احنا بقالنا ساعه قاعدين، هتطلعي امتى؟ والله يا خالته هيجي دلوقتي، هم قالوا لي انه هيجي على القناه دي بس في اعلانات كتير. والله ايه، احنا هنقضي طول عمرنا قدام التلفزيون، ما تخلصينا. ايه يا ايمون، دي حاجه ما بتحصلش كل يوم، استحمل ما انت بتسهر يعني. في ايه بابا؟ لو سمحتي بابا اسحى، ركز بقى. فاتني كتير خالص. لسه مش حاجه استاذنكم انا بقى عشان ورايا مدرسه. اه دي يا ستي شغاله من الصبح تقول لنا هيجي دلوقتي هيجي دلوقتي، مفيش زفت جه. الله ايه القرف ده، عشان بكره تقول لاصحابك ان اختك طلعت في التلفزيون. بلا تلفزيون بلا زفت يا شيخ. الله يا واد اسكت اهو هيبتدي اهو. لا بس الاغنيه شكلها حلو. طب انت بقى هتطلعي امتى يا حبيبتي؟ هطلع حالا يا خالته، بس الدوار في المونتاج في مثلا شطات شط قبل شط، دي حاجات يعني مش سينمائيه. طب ركزوا ركزوا. شايفين الدبدوب ده؟ آه. انا اللي لابسه الدبدوب. انت اللي لابسه الدبدوب؟ صدقتي الدبدوب احلى مني. الله يا خالته يا جماعه. قدام يا حلواني. Thank you.
الحمد لله الحمد لله، احمدك يا رب. انا كنت خايف لا تكوني عزلتي. ابو العزم؟ لا، قولي لي يا زوزو، قولي لي يا زوزو زي زمان. انا جاي عشان اسمع زوزو دي من بوقك انت. بسم الله ما شاء الله، امر امر زي ما انت لسه. وانت كمان كلامك حلو زي ما انت برضه. طب احنا ايه، هنفضل واقفين كده على الباب ولا ايه؟ مش هتقولي اتفضل؟ اصل مرتضى مش هنا وانا لوحدي في البيت. مرتضى وانت مش جوزك مات؟ انت اتجوزت تاني ولا ايه؟ لا لا ما تفهمنيش غلط، مرتضى ده ابني. الله، وكمان سميتيه مرتضى زي ما كنا متفقين. بسم الله ما شاء الله، احمدك يا رب. لا لا، هي بابا هو اللي سماه، هي جت صدفه كده. انت لازم تمشي دلوقتي، اصل مرتضى زمانه جاي مش عايزه مشاكل. لا خلاص مفيش مشاكل مفيش مشاكل. زوزو، عيون زوزو، ثانيه واحده، ممكن تديني رقم موبايلك؟ احنا هنقضيها تليفونات يعني. ماشي مفيش مشاكل. 012. بيكلم بيكلم. ايه اردت؟ لا 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 يا حبيبتي، ما ترديش ما ترديش، مش من اول مره كده. ليه بس ليه؟ ارد. ما تبقيش مدلوقه وخفيفه، لازم تبقي تقيله. مدلوقه؟ مدلوقه ده ايه؟ اصلك مش فاهمه حاجه. ابو العزم ده ياما ياما تحايل عليا عشان يكلمني بس كلمة، كنتش برضى أبدا. ياما تحايل عليا عشان ياخدني معاه جنينة الفسطاط الحيوانات، تخيلي كان عايز ياخدني معاه الميريلاند. واو، كبيرة دي اللي بيقولوا عليها. طبعا، بس أنا مرضتش مرضتش خالص. شطور يا خالته، برافو عليك. بس أنا عندي مشكلة كبيرة قوي يا لهفة. إيه يا خالته؟ مش عارفة مش عارفة فاتح مرتضى إزاي في الموضوع ده، مكسوفة قوي. وهو ميله بقى مرتضى؟ خلاص مرتضى كبر ولازم يبقى فيه سيبرت بقى، مرتضى عنده حياته وحضرتك كمان لازم تشوفي حياتك. تفتكري؟ أهم حاجة ما يبقاش أستاذ أبو العزم بيضحك عليكي. ده ساب دول الخليج وجي عشان خاطري. وجهة نظر برضك يا خالته. شفتي بقى؟ أهو ما اتكلمش تاني، شفتي؟ أعمل إيه أنا دلوقتي؟ هيتكلم هيتكلم. بقولك إيه يا لهفة، عايزينك تحت. أوكي، عن إذنك يا خالته حبيبتي قلبي. اتفضلي يا حبيبتي بالسلام. وإيه كمان؟ لا بقى ما تكسفنيش بقى، ربنا يخليك ليا يا رب. نتقابل؟ لا ما ينفعش خالص الايام دي نتقابل. طب بقول لك خلينا نتعرف على بعض الاول في التليفون، يعني ما تنساش ان انت بقى لك سنين مسافر، يعني لا تقابلنا ولا شفنا بعض. اكيد كل واحد فينا شخصيتنا اتغيرت، انت بقيت شخصيه وانا شخصيه تانية خالص. وبصراحة بقى أنا مش عايزة أتسرع، ما تنساش إن أنت حركت فيا مشاعر كانت عطلانة من زمان. آه والله. كلمة ميكانيكا ولا إيه؟ إيه ده؟ في أنت داخل زي القدر مستعجل كده ليه؟ ما تقول إحم ولا حاجة. أنت ارتبكتي كده ليه؟ إيه في إيه؟ بتكلمي مين؟ بكلم واحدة صاحبتي يا أخي، بوصف لها طبخة طبخة، بوصف لها طبخة طبخة؟ ماشي ماشي. الو، ماشي ماشي خلاص. البلاش دايما لما يبقى زياده بيورد الخدود. خلصي عليكي يا خالته. قمر قمر حلوه، فيري كيوت. ايه رايك في الفينكتين دول؟ تحفه، يجننوا. لقيتهم عندي قلت احطهم، يعني يعملوا كده منظر جميله. حبيبه قلبي، بصي بقى يا خالته، انا عايزاكم مبدئيا تقعدوا في مكان عام. حاضر. ومش عايزه بقى يجي يقولك حاجه بتضحك يضرب كف على كف يفضل ماسك ايدك والجو ده. نعم نعم، يمسك ايدي ده ايه ده، انا كنت اديته فوق دماغه. شطوره، برافو عليكي، مؤدبه، برافو حبيبتي قلبي. بس مش عارفه، انا متوتره بصراحه، انا متوتره خالص، مش عارفه اعمل ايه، هقول ايه، ما تغششيني اقول له ايه. بصي الخجل ده مطلوب، لان خلاص الزمن اللي احنا فيه ده ما بقاش فيه بنات بتتكسف خالص. صح، بس في نفس الوقت لازم يبقى عندك تراست في نفسك. ايه يعني؟ لازم تبقي واثقه في نفسك. اه، قولي كده، انا بنت ناس، انا الف مين يتمناني. انا بنت ناس، انا الف مين يتمناني. يا خالته، عشت وشفتك عروسه. ايه رايك بقى اخد له معايا كده حلة محشي، صينية كوارع، ترم عرض؟ كويس انك فتحتي الموضوع ده حبيبة قلبي. بليز بليز
انسي موضوع الاكل ده، ده اللي بيبوظ كل حاجه في حياتك. علاقتنا احنا شخصيا بيكي بايظه بسبب الاكل. ها معقول؟ لما تبي تتجوزيه وتربطيه كده ابقي طفحيه براحتك. حاضر. ده انا بس عايزه اتجوز عشان اطفحه. هطفحه. اهم حاجه تبي عقله وراسيه كده. حاضر. ها حاضر. شطوره. اقبلك يا حبيبتي باذن الله يا خالته. بس انت عارفه ده يعني مركزه في الكارير بتاعي. يا زوزو مش قادره اقول لك قد ايه انا مبسوطه. عمري في حياتي ما اتبسطت زي النهارده. انت لسه شفت حاجه؟ ربنا يقدرني يا حبيبتي واسعدك طول العمر. ربنا يخليك لي يا حبيبي. بس انا مستغربه قوي. ليه؟ مش قادره اصدق ازاي انت افتكرتني بعد المده دي كلها وجيت لي. هو انت تتنسي يا حبيبتي؟ حد يشوفك ويقدر ينساكي تاني؟ انت في بالي طول العمر والله. ما تكسفنيش بقى. بس انا كده خايفه. خير في ايه؟ مرتضى ابني ازاي اقول له ان انا هتجوز بعد السن ده؟ لا لا ما تقلقيش، شيل الموضوع ده من دماغك خالص. مرتضى ده زي ابني، انا ان شاء الله يعني كده ليا طريقه مع الشباب هعرف اقنعه بيها. عموما هو بيحب لهفه. لهفه دي تبقى بنت اختي. مرتضى بقى بيحبها قوي. انا مهدت لها كده وقلت لها يعني تحاول تكلمه وتقنعه يعني علشان ما يوقفش في طريقنا. احنا هنفكر في المشاكل لما تحصل. ليه؟ لما تحصل المشاكل نبقى نحلها، مش كده ولا ايه؟ يا رب. خلينا نفكر احنا دلوقتي في مستقبلنا وفي حياتنا في الايام اللي جايه. هنعمل ايه بعد كده؟ هنروح طبعا. ايوه ما انا احنا هنروح طبعا. قلت لك هنبات هنا. انا بكلمك على مستقبلنا، الايام اللي جايه في عمرنا هنقضيها ازاي مع بعض. بما انك بقى جبت حياتنا ومستقبلنا. لازم تعرف بقى مستقبلك في الاكل. ما اقولكش بيموتوا كلهم في اكلي، وبطبخ حلو قوي. عامله لك بقى كفته داوود باشا. داوود باشا. ما شاء الله. هدوقها لك وبالهنا والشفا. وايه دوق بقى وادعي لي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. ها حلوه قوي يا حبيبي. الحمد لله. بس الحقيقه شجعتني بقى عشان اقول لك حاجه مهمه. يعني ايه يا حبيبي؟ يا ريت بعد ما نتجوز يبقى نجيب حد يطبخ احسن. ليه؟ عايز اريحك يا حبيبي عشان تقف في المطبخ طول النهار. عايزين نبقى مع بعضينا. تفضيلي انا شويه بقى. عشان كان كده معلش نجيب طباخ. الله. ايه؟ اي حد يكون بيعرف يطبخ. عايز تبلع ولا حاجه؟ يا ريت. عامله لك عصير. انت برضو اللي عاملاه؟ لا انا هبلع كده عادي بقى احسن. بقول لك ايه يا مرتدلتي؟ مرتدلتي؟ بلاش ادلعك؟ لا لا دلعيني. طيب انا كنت عايزه اخد رايك في موضوع كده. اتفضلي. دلوقتي في واحده صاحبتي ماي فريند يعني في واحد بيحبها قوي 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 قوي، وهي كمان بتحبه قوي 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 قوي. ايه هي؟ ايه هي كمان بتحبه قوي 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 قوي. خد لحد بكره. دي صاحبتك برضو؟ مشيها صاحبتي بقى يا مرتدلة. ماشي نمشيها صاحبتك. ماشي. وصاحبها بقى بيحبها قوي 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 قوي. بس اكتشفت متأخر واضح صح؟ بص والله يا مرتدلة الحاجات دي بتبقى اسمه نصيب. يعني نصيبك هيسيبك وات ايفر انت فين. والله ده اللي انا بقوله من زمان والله. بس ايه اللي حصل يعني؟ في حاجة حصلت صح؟ إيه والله أنا مش هبقى عارفة أشرح لك يعني الموضوع بالظبط. بس خلاص بقى يعني اللي حصل حصل. صح صح. أنت موافق؟ أنا موافق طبعاً. أصل أنا آخر حاجة تخيلتها إن أنت توافق. ما تخيلتيش ليه معلش؟ يعني قلت بقى يعني خلاص مش مشكلة. المهم دلوقتي أنا عايزك تطلع تجهز. ماشي. وبليز يا مرتدلة الموضوع ده مش هنقوله لحد خالص وهنخليه سربرايز. صح صح عشان الحسد. طبعا العين فلقت الحجر. مظبوط. طب ينفع بقى أطلع أقول للماما؟ لا سيبها لي أنا اللي هقولها. كمان؟ أيوه خالته حبيبة قلبي لازم أنا اللي أفرحها. لا
انا حاسس بحاجه غريبه. ده مقلب ده ولا حد هيخش يضربني على قفايا؟ صح. لا خالص يا مرتديلا، انا مش مصدقه السعاده اللي انت فيها دي. انا مش عايزه اعيط بس مش هينفع طبعا قدامك. لا ما تعيطش، انا عايزك بقى ما تضيعش وقت وتطلع تجهز. اوكي مش بس انا جاهز على فكره. جاهز ايه؟ في حد هيقرا فاتحه لابس الجينز والتيشيرت؟ يقرا ايه؟ يقرا فاتحه. انت بتتكلمي جد؟ ايوه بقى يا مرتديلا، خير البر عاجله. انا مش طيب، انا هجهز هاخد دش والبس بدله. اوكي واجهز. يلا طب انا هكتب على الفيسبوك ان ريليزن شيب لو ما كانش يضايقك. والله يا مرتديلا انت جميل، يعني هتعلن للناس على طول كده؟ اعمل كده؟ اعمل كده طبعا. ماشي، باي باي. باي باي. ربنا يتمم لك بالخير يا خالته. النهارده فرح يا جدعان، بس كله يبقى تمام، والشعر يبقى تمام النهارده. ايه ده؟ هو ده اللي خليها مفاجأة؟ البنت وقعت فجأة كده ليه؟ أكيد يا إما كلمت دكتور أسامة منير يا إما دكتور هبة قط. هلو عروستنا الأمورة. ما تكسفيش. معلش إيه، مكسوفة. اتفضل اتفضل يا عريس. يا ساتر يا ساتر. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. ايه ده؟ انت طلعتي ليه؟ انا كنت هجيب ماما وانزل دلوقتي حالا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا مجنونه، انت جبتي المأذون؟ لا ده العريس. عريس ايه؟ الحقيقه يا عمو انا مش هلاقي احسن من الست والدتك ان انا اتقدم لها. والدتي؟ وايه عمو دي؟ ما هو اللي قبلنا قالوا اللي تجوز امه قول له يا عمو. هو كان في حد قبلك اصلا بيقول الراجل ده؟ مبروك يا روسه. شو ياما اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ لبست ترتر؟ انت موافقه على الكلام ده؟ اه. ايه يا مرتضى يا ابني؟ انت مالك بتعصب ليه؟ الله، ده جواز على سنه الله ورسوله. وبعدين يعني مش احسن ما كنا نمشي مع بعض مؤاخذه في الحرام؟ حرام ايه اللي تمشوا فيه؟ انتوا قادرين تمشوا اصلا؟ يلا يلا روح على اوضتك. ايه؟ على اوضتك. اسمع الكلام، اسمع الكلام. روح. دمك. ممكن بقى حضرتك تفهمني تعرفها من امتى وشفتها فين وشافت اوضتك ولا لسه؟ لا ما لحقتش الحقيقه. ايه يا مرتديلا اللي انت بتعمله ده؟ هو مش انا فتحتك في الموضوع وكنت خلاص هتتجنن من الفرحه؟ ايه الاحراج ده؟ انا كنت فاكر حاجه تانية خالص. انا مش فاهم بس انت متعصب ليه يا مرتضى يا ابني؟ ليه عايز تحرم عصفورين من انهم يبنوا عشهم مع بعض؟ احرم ايه حضرتك؟ عصفورين انهم يبنوا عشهم مع بعض. انت مقتنع بعصفورين دي؟ هي اصوصو لك عشان تصدق يعني؟ لا لا بس ممكن تطير. نعم تطير. اتفضل حضرتك طير، مفيش مشاكل. اتفضل. من غير عصبيه، من غير عصبيه. معلش انا مش عارفه اقول ايه. انا بصراحه مستغربه موقفك جدا. في بني ادم تاني وقف بيتكلم قدامي غير اللي كان بيتكلم معايا من شويه. انت تخرسي خالص. اتجوز اصبر عليكم كلكم. اتجوز بقى يا خالتو. يا ربي يا آنسة ابتهال يا مدموزيل، ما تعمليش في نفسك كده. وانت مرتضى يعني لازم تزعلها وتضايقها، انت خيلتنا بصراحة. والنبي سيبني يا عم حلواني عشان انا هنفجر. بس ايه الزيطة اللي انت عاملها دي كلها؟ انت بتسألني؟ يعني رديك يا عم حلواني ابقى زي الشحط كده اهوت وامشي فرح امي ماسك شمعة وديل الفستان؟ يا سيدي هبقى امسكهم انا، ما تزعلش نفسك. انت كمان يا خالي؟ انت كمان؟ انا مع مرتضى يا جدعان، ما ينفعش اصلا تتجوز الجوازه ديت. وبعدين عم ابراهيم الجحش متكلم عليها في الاول يبقى هو اولى بيها. وانا اقول ايه اللحمه اللي بتجيلنا كل يوم دي؟ لا لا اتجوز جزار. لا بقول لك ايه، اهدي مش عايزاها. اهدي يعني اتكلم بالعقل. مش همد ايدي، مش همد ايدي. اهدي. ممكن تفهميني ايه اللي عاجبك فيه؟ بحبه بحبه. ايه بحبه؟ عارفه لو وقفت قدام ساعتي انا هولع في نفسي. لا لا يا خالته صلي على النبي، يا خالته صلي على النبي. عجبك كده يا مرتضى؟ اهدى بقى وخلاص خلاص. قالت لك انها بتحبه بتحبه، خلاص بقى سيبها. يعني سيبها تتجوز؟ لا سيبها تولع في نفسها. طيب ماشي يا جماعه، ماشي اعملوا اللي انتوا عاوزينه. ايوه يا جماعه اعملوا اللي انتوا عايزينه. ماشي ماشي يا اما عايزه تتجوزي. ماشي اهدى بس يا مرتضى، ما تعملش في نفسك كده. انت ليه دخلك؟ ما انا داخل اهديك انت برضو مهما كنت واحد نعرفه. شكرا يا ايمن.
ما يصحش يعني سيبك في الحالة دي عيب. شكرا. انت ايه اللي مضايقك بس دلوقتي؟ اللي مضايقني؟ امي تتجوز في السن ده وتقول لي ايه اللي مضايقني؟ انت متخيل المنظر؟ منظر مقزز يا عم. ايه المشكلة يا عم؟ امك؟ لا مش امي. مش امك ايه؟ انت جاي تستعر منها دلوقتي؟ مش دي اللي شالتك 9 أشهر في معدتها؟ يعني انا كنت عايز انزل من 5 شهر اصلا بس مش عارف. يعني ايه يا مرتضى؟ دي امك يا مرتضى، سيبها تفرح شوية. دي مش دي اللي كانت بتعمل لك الصبح سندوتشات لانشون وانت رايح المدرسة؟ لا انا كنت باكل من العربية عادي. يا دي النيلة، في ايه يا مرتضى؟ انت عشان غضبان شوية هتنسى فضل امك عليك. دي امك يا مرتضى. خلاص بقى. طب اقعد بقى. ليه؟ عايزك في حاجة. ايه؟ تعالى. انت املك منها؟ بجد؟ أنا أصلاً بكرهها. ماشي، هتعمل إيه؟ هقتلها، بس تساعدني. إزاي؟ تجيب لي الفلوس وتجيب لي البضاعة وتقابلني يوم الأربع الساعة 8:30 بالليل في الشيراتون. فين في الشيراتون؟ في نص الشيراتون. تمام؟ هنقعد مع بعض ناكل أكلة حلوة وناخد أوضة وننام ونصحى تاني يوم. لو افتكرنا حوار أمك ده نبقى نقتلها، ما افتكرناش يبقى خدنا أوضة وانبسطنا وعشنا. ولو بعد كده عايزنا نقتل امك نقتل لك امك. تقتل امي؟ اه بس دي امي برضه. شفت؟ عرفت ان انت قلبك ابيض. نعم الفاتحه بقى. مش لما نتفق الاول؟ لا 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 لا، ما احنا لسه متفقين. انا راجل نساي يا اخي، انا ذاكرتي على قدي. لا مفيش مشاكل، خلاص اطردني بقى بره البيت. لا العفو، على ازاي؟ قول لي بات مع اصحابك. لا العفو، ليه؟ لا نتفق تاني، مش اي مشاكل. اتفضل. ماشي. بالنسبه لايه؟ الشبكه. ايوه الشبكه. هتجيب لها شبكه ايه؟ احنا قلنا الدبله والمحبس. لا انا ما بحبش بقى المحبس ده. ليه؟ هيقعد بقى ينقط بقى المحبس ده ويغرق لنا البيت. لا شوف حاجه تانية. يا سيدي انا موافقه بدبله ومحبس، انت مالك انت؟ لا معلش، وماله برضه؟ لا نرضيه نرضيه. البنات المتربيين بيتكلموا والرجاله بتتكلم. ها انت معاك حق، انت معاك حق. انا شاري بصراحه اصلا، كل طلباتك مجابه تحت امرك. ما عندكش مشاكل؟ انا شاري اصلا يعني. ما ماشي. ألف مبروك، والمصحف فرحانين فرحة يعني، ولا أكننا إحنا يعني اللي في الفرح. لا لا لا، خدها يا باشا، خدها يا باشا. الله يكرمك. لا حاجة ساعة دي مش سخنة. لا لا، ده إحنا جايبينها دي. إيه ده؟ إحنا جايبينها من بره. بقول لك إيه يا مرتضى؟ أؤمر. في مشكلة تحت جامدة أوي. خير؟ الواد شحت حالف طلاق 3 يديك علقة موت. ليه إن شاء الله؟ عشان عايز تجوز أمك حد غيره. عيب، الواد شحت اولى بيها. وبعدين لو شحت مش كويس انا اتجوز امك، انا زي انا جاركو، انا اولى بيها اشوف الحاجات دي. هو انت اولى الصراحه. طب بس الراجل سبقك بقى. سبقني ازاي؟ اهو يا حاج. في ايه يا حاج؟ ايه قطاس جوافه قاعد انا ولا ايه؟ في ايه؟ ليه في ايه؟ ما ينفعش، ده ابن اختي. في ايه يا خالتي؟ ما هتجوزك. خلاص عرفتك، خلاص عرفتك، كشفتني. يلا عم توكل على الله، خد حاجه ساعه تحتك. ماشي توكل على الله يا سيدي. مش عايزين ابس. خد الشحطه بتاعك ده، رجع الصندوق وناخد حقك. رجع الشحطه ايه؟ لا صح، كمان بس. معلش معلش، انا اسف انا اسف. لا بالفتحه بقى. مش حافظها. لا دي بسيطه، حافظها لك انا. قول ورايا. اتفضل قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا ابني. بقرا في سري بقى. هلو مرتديلا. اهلا. خالته فين؟ نعم، مش عندكوا تحت ولا ايه؟ لا مش عندنا. ومن راحت فين؟ تلاقيها خرجت مع الفيانسي بتاعها. اللي هي اختي؟ خطيبها يعني. خطيبها؟ انت هتقولي لي خطيبها؟ في ايه يا مرتديلا؟ هو ده بقى اللي انا عامل حسابه. حساب ايه؟ حساب خطيبها. جو خارجه مع خطيبي ويقعدوا بقى يشغلوا لي اغاني كل يوم ويكلموا بعض في التليفون ويوصلها ويقول لها اطلعي لي البلكونه اعملي لي باي عشان اعرف انك وصلتي. بصي انا مش هستحمل الجو ده خالص. فيها ايه يا مرتديلا؟ خالته مش بتعمل حاجه غلط. طيب تقدري تقولي لي هما فين بقى لحد دلوقتي؟ انا مش عرفني. بصي يا مرتديلا، انت دلوقتي كبرت وعقلت، احنا مش عايزين نشد على خالته عشان ما نرجعش نندم. انت دلوقتي تكلمها بالراحه وتقول لها ما تتاخريش يا ماما حبيبه قلبي. اطلعي بره يا لهفه. انا اطلع بره؟ اه اطلعي بره. تعالى يا حبيبي تعالى البيت بيتك. شايفين؟ اهلا مساء النور. اهلا اهلا يا كتاكيت. اهلا، كنت فين يا هانم لحد نص الليل؟ رحت افطر ايت ولا كايرو الجاز؟ ايه ايه، كنا بنتفرج على اوض النوم بس ما فيش ولا اوضه عجباني. بس لقينا سرير ايه؟ حديد والله. نعم حديد. كنتوا بتبصوا على اوضه النوم ولا بتجربوها؟ عيب عيب يا مرتديلا اللي بتقوله ده. عيب ايه؟ انت مش شايفه احنا قلنا ايه؟ طيب ايه رايك بقى يا هانم، مفيش خروج تاني؟ يعني ايه مفيش خروج؟ والله دي خطيبتي. برضه هيقول لي خطيبتي. بص يا عم الحاج، مفيش خروج غير بعد كتب الكتاب. خلاص كتب الكتاب الخميس الجاي مفيش مشاكل. طب ايه رايك بقى مفيش خروج غير بعد الفرح؟ كتب الكتاب والفرح الخميس الجاي مفيش مشاكل. ايه ده؟
طب ايه رايك بقى ما فيش خروج غير بعد اول عيل؟ كاتب الكتاب والفرح واول عيل الخميس الجاي، مش مشاكل، ما تنشفهاش، سهلها عشان ربنا سهلها عليك، تمثيلك تقف الموقف ده. عقبال عندكم جميعا. مبروك يا اختي يا حبيبتي، والله طبيخك حوحشنا. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك لامك يا مرتضى. الله يبارك فيك يا حبيبي، عقبال امك. خلصنا عم المأذون، خلصنا خلاص، احنا باركنا لبعض كلنا. ايه في ايدك يا ابني؟ مش لما نتفق الاول؟ لا اوفر بقى، احنا متفقين خلاص. هات ايدك، مش وكيلها انت؟ مرة قبل كده ما تفاجئنيش الفاجئة دي. ايه انا مش حامل الحاجات دي. مين دي يا ابو العز؟ دي لا ما تاخديش في بالك انت، مفيش مشاكل. يعني ايه ما تاخدش في بالي؟ مين دي؟ مفيش مشاكل. دي ايه؟ ما انت اقول لها انا مين؟ لا ما دي حاجات بتحصل في كل الافلام، بس هي عشان عندها السماعات كبيرة فالصوت عالي قوي قوي قوي. قوم. نعم. قوم قدامي. معلش يا جماعه مش لكم، بس فاتتك حته اكل. انا تم بخير ان شاء الله، انا بعت لك الاكل البيت. ما شرفت وانس. الله يخليك. يلا اتفضل قدامي. يلا يا مولانا. قاعد ليه يا مولانا؟ لا يلا يلا. الله يا الله شرفت. اخد حبيبي انا يما، اخد حبيبي يا بلاش جدع في قلبي وده النبي يما، ما تنظر يا جمال يما بايدي الطعيه، جمال يما بايدي الطعيه، النبي يما والنبي يما. مساء الخير. مساء النور. أنسة ابتهال موجودة؟ أنا سميني حبيبي؟ ابتهال؟ لا والله ابتهال اترهبنت، معلش. بس تعال تعال تعال، اتفضل اتفضل تعال. أهلا وسهلا. أهلا 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 أهلا. هاتي اللي القهوة أنا. والله العظيم ما بحبش أقعد على القهوة أبدا، بحب أقعد على السطح. هوا ومية و... السلام عليكم. اتكل على الله يا أبو. والله العظيم إحنا قاعدين فين؟ السلام عليكم. إيه ده؟ إيه ده؟ الفنانة يا جدعان؟ الفنانة بحبك يا فنان. بتحبني تبوسني في بقي؟ امال اعمل ايه؟ ده كلام. واخبار بابا الزعيم ايه؟ بابا الزعيم؟ ايوه بابا الزعيم كويس الحمد لله. وزعيم عليكم في البيت برضو كده؟ زعيم في البيت علينا برضو. يا لهوي، ده انت تلاقيك مرمغ انت في العز، فلوس وياقوت ومرجان، احمد مرجان وجواري وكل حاجه. جواري وياقوت ومرجان؟ لو انت فاكرنا كفار ولا ايه؟ مش بابا الزعيم؟ ايه بابا الزعيم؟ مش بابا ولهب يعني؟ امال ايه يا فنان؟ ده انت الفنان يا فنان. الله يكرمك. امال فين يا فنان؟ فين ايه؟ فين البوليس والشرطه الكتير اللي معاك؟ انت شعرك عامل كده ليه؟ شعري كارته كارته عشان ابويا مش الزعيم. لا فكك بقى بالسكه الواطيه دي. بقول لك ايه، في حد بتاع شكمانات قريب؟ انا اقرب واحد ليه. اقرب واحد ليا في ايه؟ في الدنيا. في الدنيا انا لسه عارفك دلوقتي. ايوه انا انت ايه؟ انا بتاع شكمانات. انت بتاع شكمانات؟ انا شكمان اهو. طب اثبت لي كده اهو. ده انت عبيط بقى. طب فين الورشه؟ الورشه قدام، ده انا لسه فاتح ورشه دلوقتي. ورشه ايه؟ ورشه شكمانه. بتشكمن يعني؟ نروح نتشكمن انا وانت دلوقتي. اركب تشكمن. يلا بينا اركب مع الفنان. يا الفنان اهو، الفنان اهو. الله يكرمك ربنا يخليك. الله يكرمك الفنان ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام ربنا يخليك. خلاص يا خلاص يا خلاص يا خلاص يا فنان. خلاص يا امشي يا خلاص امشي يا خلاص. الله ما علينا ده ولا ايه؟ ما العربيه عاديه يا فنان، امال في ايه؟
بقول لك ايه، لو حد سالك الورشه دي بتاعت مين هتقول له انا مش عايز غلط في الكلام. تمام يا ايمن، بس في الانجاز بقى عشان دي حاجه اكل عيش. ما هي في الانجاز، بس اتكل انت على الله انا باغمزك بقرشين ما تقلقش. تمام يا ايمن، يلا امشي، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بقالي ساعه. هو ساعة كتير؟ اه ساعة كتير، أنا عندي ميعاد الله يكرمك. طب ما بعتش السواق ليه مدام قرفان كده؟ يا عم أنا ما عنديش سواق خالص. أنت هتعمل لي غلبان يا باشا. يا ابني أنا بنغير الشكمان يا باشا، في إيه؟ شكمان؟ الشكمان ورا أساساً، أنت بتعمل إيه قدام؟ ما إحنا بنجيبه من أوله بقى عشان نجيبه كله. الله، يعني هي اللوز بتتعمل من هنا؟ اللوز ما بتتعمل من هنا يا باشا. الله يا ولا هي مفيش مخ ولا إيه؟ أنا حمار معلش. طب الطيارة بتاعتكوا فين يا فنان؟ هيبقى عندي طيارة وأجي أصلح الشكمان عندك. ما أنت عندك طيارة، هو أنت هتخبي؟ سايبها للمشاوير الطويلة. ماشي. العربية دي كام فولفو يا باشا؟ أنت حمار يالا ولا مالك في إيه؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة يا باشا. ألو، أيوة يا لهفة، والله العظيم محمد إمام هنا النجم والله. لهفة، اهو محمد امام اهو. ها ميرسي ايموني، ميرسي قوي قوي ايموني حبيبي، ربنا يخليك ليا. ما تسيبهوش غير لما انت ماضيه معاه. ميرسي ايموني. محمد، ازيك يا محمد؟ ازيك؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ الحمد لله، ربنا يخليك. مين اخبارك ايه؟ انا لهفة، اخت ايمن. اخت ايمن؟ ايوه. ده ايمن ده حبيبي، ربنا يخليك. ازيك يا لهفة؟ الحمد لله. حلو قوي اسمي. ميرسي، ربنا يخليك. حلو قوي قوي قوي. ميرسي ميرسي. عايزه اقول لك ان ايموني بيعزك جدا جدا جدا. ده ايموني ده عسل والله. والله العظيم ده ايموني ده اجدع واحد انا قابلته هنا. اول ما قال لي ان انت هنا جيت جري. ده حظي الحلو بجد، ربنا يخليك. ربنا والله ربنا يخليك انت. اوعى تفتكر ان انا معجبه وجايه اقتحم خصوصيتك كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا انا زميله، انا فنانه بجد. اه والله انا زميله والله. اه ايه بتمثلي ولا بتعملي ايه؟ اه بمثل. ما انا افتكرتك، انا افتكرتك. اه لفحه. لهفه. لهفه ايوه. حلو قوي. بجد افتكرتك، انت عملتي دور حلو قوي في ما تساعديني كده. لا بس عملت ادوار كتير انا نفسي مش فاكراها. مش مهم والله بجد. مش مهم. المهم بابا الزعيم عامل ايه؟ برضو اه بابا الزعيم كويس الحمد لله، ربنا يخليه لنا يا رب ويديله الصحه. زعيم برضك في البيت عليكم وكده؟ اه ده انتوا اخوات رسمي بقى. ايموني قال لك نفس الكلام؟ ايموني ده طلع عيني من ساعه ما جيت وسابني. انت اخبار بابا ايه؟ الحمد لله. انت تعرف بابا؟ لا بس مسيري هعرفه ان شاء الله. بابا على فكره فنان بجد؟ اسمه الحلواني. اه الحلواني. اه هو من نفس جيل بابا. لا اه والله بابا الزعيم. ايوه بجد. عارفه يا لفحه؟ لهفه. لهفه اسمي لهفه. حلو قوي حلو قوي. لهفه جديد. إيه؟ انتي عملتي ادوار ايه قبل كده؟ عملتي ادوار شعبي؟ والله انا لو عملت شعبي هبقى بغير جلدي خالص، يعني هبقى بعمل حاجه الناس مش متوقعاها مني، بس مفيش مشكله اعمل شعبي طبعا. هو تغيير الجلد مطلوب؟ يعني بتلبسي جلابيه وكده؟ اه طبعا البس جلابيه، مفيش مشكله عادي خالص. تلبسي بدله رقص؟ ايه والله دي محتاجه شويه تفكير، بس ممكن البس يعني اصل دور الراقصه برضك ده يعني تالنت بيبقى فيه. بتعرفي ترقصي اصلا؟ اه انا فنانه شامله، انا بمثل وبغني وبرقص بعمل كل حاجه، انا نيلي وشريهان الجايين. تعرفي تطبخي؟ والله الطبيخ انا يعني اصل خالته هي اللي معلميني طبيخ، وخالته فاشله يعني بجد. آه. بجد والله. هو الفيلم فيه طبيخ؟ لا في الشقة. الفيلم يعني ايه في الشقة؟ اه لا يعني الفيلم اسمه الشقة. الفيلم اسمه الشقة. اسمه الشقة. اه ومش عارف كده شايف شايفك في دور معايا. ربنا يخليك. اهم حاجه يا محمد دي احلى حاجه بقى انت قلتها. ليه؟ قول لي ليه. ليه يا لا؟ لان انا بجد اكتر واحده احس بيك في البوينت دي. قول يا لفحه. بجد لان انا برضو قعدت وقت طويل جدا عشان اطلع من العباءه بتاعت بابا. انت نفس الشيء برضك، قعدت وقت طويل عشان تثبت للناس نفسك وتطلع من العباءه بتاعت بابا. صح فهمت؟ فما تيجي تعمل فيلم ما تعملش فيلم كله شباب، لازم يبقى معاك بنت تسندك، العنصر النسائي مهم جدا. عارفه يا لهفه؟ ايوه. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ لا في ايه بقى؟ لا لا سيب ايموني ينطلق بجد، يعني العربيه بتاعتك في ايد امينه، في ايد ايموني. انطلق يا ايموني. والله بجد ايموني ممكن يعمل لك اي حاجه انت عايزها، احنا اصلا عيلتنا كلها تعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها. ربنا يخليك. لو الزعيم شخصيا عايز حاجه ممكن يجي نسيق لكم ونغسل لكم اي حاجه. لا لا فانت زميله ما ينفعش تقولي كده يعني. ميرسي ربنا يخليك. اتكل انت على الله روحي. ميرسي ربنا يخليك. ما تيجي اي حته. يعني ايه؟ يعني ايه صحيح؟ لا انا قصدي يعني ما تيجي تعملي كاستنج للفيلم اللي انا داخله. خلاص اوكي مفيش مشكله، اني تايم كلمني اجي اعمل كاستنج. 2 بالليل. 2 بالليل؟ لا عشان بيبقى يعني ايه بيبقى الخفه الزحمه خفت وبيبقى إيه عشان نعرف اعمل لك كاستنج صح. لا مفيش مشكله خالص في المواعيد، يعني احنا عيله اوبن مايند جدا. انت هتبقي نجمه يا لهفه والله العظيم. لا واسمك حلو قوي كمان، لهفه جديد في لهفه. ايه؟ لهفه.
حلو قوي. شكرا. لهفه. ايوه حلو قوي قوي. ناخد سيلفي بقى يا محمد. يلا يلا. حريه شوف بابا يخرب بيت امي معرفتك السودا. الو. مساء الخير. مساء النور. انا لسه لهفه معايا. ايوه انا لهفه. مين؟ معقوله مش عارفه صوتي؟ لا مش عارفه. مين حضرتك؟ ما سمعتيش صوتي في التلفزيون في الافلام. مش هينفع كده على فكره. انا اقفل انا ولا تقفل انت؟ لا لا استني استني يا احمد السقا. بس يا بابا بس يا سكر. طب والله يا احمد السقا. طيب عايزه اماره. كلمني بلهجه فيلم المصلحه كده. تقيله شطتك يا وليد بيه صح؟ ارتاح انت يا وليد بيه. حبيت حبيتك من بين الناس. حبيت حبيتك أجمل القلقاس. هترجعي لي يا ساندي ولا إيه؟ لا عشان انا زعلانه منك يا ايمن وزعلانه منك قوي كمان. انت وديتني دريم بارك ومركبتنيش هناك ولا لعبه ومشيتني وانا نفسي مكسوره. ما عشان قالوا لي هناك ان انت لو ركبت اللعب هتبوظ. مش هينفع. هم ما عندهمش غير اللعب دي. هيعملوا ايه؟ يضحوا بكل الناس اللي هتلعب عشان انت تتبسطي. ماشي. طيب افتكرت البرج. قلت لك نفسي يا ايمن اروح معاك البرج. نفسي يا ايمن اشوف مصر من فوق. ومصر ذنبها ايه انت تشوفيها من فوق؟ يا ايمن عايز اشوفها كده في جو رومانسي وحالم. ما انا وديتك يا بنتي صاحب البرج جه قال لي لو خطيبتك طلعت البرج مش هيبقى برج هيبقى عماره عاديه. اعمل ايه؟ ماشي. طيب سيبك من البرج وسيبك دلوقتي من دريم بارك. اقول لك عايزه اروح معاك النيل. في واحد بيحب واحده ما بياخدهاش في مركب في النيل. نركب كده مركب ونعمل كده تايتانيك. يا بنتي اذا كان تايتانيك السفينه العظيمه غرقت في البحر الكبير النيل ذنبه ايه يتحمل مسؤوليتها؟ عارف يا ايمن انت اصلا بتاع بقه وبس. خلاص يا ساندي انا عموما لا انت ولا غيرك انا خلاص تبت الى الله وهعمل عمره وهقعد بقى في الجامع. نعم يا اخويا. يعني مش هتتجوزني؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حبيبتي؟ تعالي. معلش يا بابا سوري. انت وقعت ولا كنت نايمه تحت السرير؟ لا لا كنت بحلم بس سوري. انت لسه ما جستيش يا لهفه. يلا بسرعه بسرعه عايزك تشرفيني قدام السقا. ده ابن حبيبي انا اعرفه قد كده. يا ما هزكته ولزقته في السقف ويزر ما شاء الله. ادعي لي يا بابا ادعي لي لان حاسه ان دي فرصه جات لي من السما. ما تنسيش تسلمي لي عليه. ها وبجيبي سيرتي في السكه كده. بابا اقسم بالله لو بقيت نجمه انا هزبطك. هو ده العشم برضه. علشان احنا مع بعضينا ومحدش بيبص علينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحت بس. شكرا يا مرتديلا. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. الله يسلمك. انت رايح فين؟ اللي رايح فين هدخل معاكي طبعا. هتدخل معايا فين؟ انت عايز الراجل يقول عليا ان انا مش بروفيشنال وجايبه حد معايا؟ طيب قولي له ان انا الحارس الامين بتاعك. الحارس ايه؟ انت شكلك مش حارس خالص يا مرتديلا. طيب ماشي انا هستناك هنا بس فاهمين لو هبت منه انا هخش. ماشي اوكي متشكره قوي يا مرتديلا. العفو. باي باي. باي. بونجور صباح الخير. اولا هاو ار يو؟ فاين ثانك يو. استاذ احمد بيعتذر جدا لعدم المجيء. يعني هو مش جاي ولا ايه؟ هو في الجيم. انا والله يعني سبت الدمبل وجيت مخصوص عشان اقابل حضرتك. طب ما هو في الجيم يعني ممكن يخلص ويجي. انا نفسي اشوفه قوي. والله انت عارفه حياه الجيم يعني ملهاش اوقات محدده لان الواحد بيبقى مخلص بنج بيبقى مش مستقر يلعب باي تراي
هاواي كده يعني ممكن يخلص على واحده بالليل. هو بصراحه يعني بجد بسم الله ما شاء الله عليه في الاكشن خطير، فحقه اللي هو يروح الجيم كل يوم فعلا. ميرسي جدا. انا مدير اعماله على فكره، مدير اعماله الشخصي. يعني انا الكل في الكل. طب حضرتك مدير اعماله يعني بتعمل ايه بالظبط؟ مفيش اي حاجه بيختارها غير من خلالي حضرتك، يعني بياخد رايي في السكريبت، بياخد رايي في الشخصيات، ياخد رأي الممثلة اللي هتقف قدامه مين. طب حضرتك بجد يعني أحسنت الاختيار. أنا على فكرة بعشق التمثيل، يعني التمثيل في دمي والله، وأنا متلونة جدا، ممكن أعمل لك أي دور، أي دور، أي دور هتقدمه لي هعمله لك. والله أنا شاملة. حضرتك شاملة؟ حضرتك على فكرة من ساعة ما قعدت وأنت مفكرني بحد، بس مش عارفة. يعني هو 89% بيقولوا لي إن أنا فيها شبه كبير من براد بيت بس على اسمر شويه. مش عارفه، حاسه فيك حاجه مصريه قوي زي الاستاذ وائل نور. لا لو حضرتك عايزه تفكري فكري في الممثلين بره، يعني مثلا قالوا لي شاروخان بس. لا. انا ابيض شويه. كابتن ميدو، احمد حسام ميدو. لما كان بره مصر، لما رجع بقى في شويه اختلافات شويه. انا شايف ان احنا بقى ناكل حاجه بالمناسبه السعيده دي. بس برضه ما قدروش عليه. كله من هند صبري، هي السبب. عمالك زرزور قال لها اهون عليكي تهوني عليا، راح عمل لها كده، راحت خافت وجريت ضربها بالطلقه في ضهرها وحرق ابراهيم الابيض. لا كله من عشري، لان هو اللي خانه وباعوا الفلوس. بس يا متخلف، عشري مش هو اللي خان. لا عشري اللي خان، المؤلف هو اللي خان يا غبي. عشري اللي خان، هو عشري اللي كتب الفيلم. لا ماليش فيه، هو عشري خان. حد يقدر عليه؟ محدش قدر عليه، هم حرقوه بس هو ما بيتحرقش. انا بقى عملت له صينية كوارع عشان يعرف يرم بيها عظمه ويتخنق حلو. هو مش جاي اصلا. مش جاي يعني ايه؟ ده انا سهرانة طول الليل قدام سيبي صفرة والشيف الشربيني وعلاء. علاء مين؟ ابن الشيف الشربيني. الشيخ الشربيني؟ يا نهار احوس، ده انا بحبه قوي يابا، ده انا نفسي اصلي وراه. شوفي احنا بنعمل فيلم بيك برودكشن، الفيلم ده انتاج بولندي كرواتي روسي مشترك. واضح انه عمل ضخم جدا. استاذ احمد بيعمل شخصية سبايدر مان. واو. انا قلت واو اول ما جانا الفيلم، قلت له اعمله يا صاحبي. انت بقى تعملي شخصيه صاحبه سبايدر مان اللي هي مش عارفه ان هو سبايدر مان، بس هي عارفه من جواها، بس من براها لا. انا ندمان ان انا قلت لك. ليه حضرتك ندمان ليه؟ ما حضرتك ممكن هتبقي عارفه ان هو سبايدر مان، فده هيبان في الشوت. لا يا فندم، ده شغلي انا، ممثله جيده جدا والله العظيم، صدقني هحسسك ان انا ما اعرفش خالص اللي هو سبايدر مان. ما تعرفوش خالص؟ خالص. ما يبانش في عينيكي ولا هيبان، يعني لو هو بيتنطط جنبي كده وسبايدر بيطلع الخيوط ولا كاني شايفه حاجه. ما تصغرنيش عشان انا هدافع عنك. ما تقلقش والله، ثق فيا. مين ده يا لهفه؟ مين ده؟ سوكي سوكي سوكي. رندا البحيري. مش هرد يا رندا. 89 مكالمة فائتة، في ايه؟ هتموت على الدور. لا خلاص بقى حضرتك، الدور دوت بإذن الله هيبقى من نصيبي. هي فنانة يعني وعندها أدوار كتير، لكن أنا محتاجة الفرصة دي بعد إذنك. أمال كلمناك امبارح ليه؟ قلت له يا صاحبي احنا عايزين نضخ دم جديد. قال لي ايه؟ نضخ دم جديد يا صاحبي؟ قلت له ايوه. قال لي اوكي، شوف مين الدم اللي هنضخه، انت اللي هنضخك. ربنا يخليك، متشكره جدا جدا. بس انا قلقان دلوقتي يكون بيكلم رندا اوكي وبيتفق معاها. لا لو سمحت بكلمه حضرتك، قول له ان انا خلاص تمام، انا ان في الشخصيه باذن الله. ما لحقتش اشحن كارت، انا جاي من تاكسي على هنا على طول. طب انا لسه شحن الرصيد قبل ما اجي، من فضلك حضرتك كلمه، قول له ده تليفون لهفه بطله العمل الجديد. بطله العمل الجديد؟ لا الصيغه في مكانها كويسه. اوكي بس اسمحي لي ان انا اتكلم بره، لان انا هتكلم عنك وهقول كلام حلو. ماشي. فما تحطنيش في حرج ان انا اتكلم على حد قدامه، وبعدين برضو انا واحمد في بينا يعني هزار، ممكن اهزر معاه بالايد زياده، ممكن اقول له جمله في التليفون انت تستغربي، فاسمحي لي اكلمه بره. ماشي اوكي اتفضل. أوكي؟ بس أوكي. من فضلك توعدني اول ما تقول له خلاص ان انا تمام خليني اسلم عليه.
طبعا، وبعدين انت رقمك هيبقى على الموبايل هنا. ايوه بالظبط. انت عندك واتس؟ اه عندي. ده هو سهران على الواتس طول اليوم. ماشي. تلاقيش انا بسرعه. ها ماشي. متماسكه شاطره جدا على فكره. ربنا يخليك يا رب. وهايله جدا جدا. ربنا يخليك، متشكره جدا. انا حسيت، يعني انا حسيت من الاول. ربنا يخليك. بيبان على فكره، والله بيبان. ميرسي قوي، حضرتك عندك نظره وانا مش هنسى وقفتك جنبي. انت اللي عندك نظره. ايه رايك؟ هايل هايل. ليه؟ وشوف الباب اجري. اوعى كده. ايه يا جوز خالتي؟ بنتك لمؤاخذة قرطستك. ايه اللي انت بتقوله يا جدع انت ده؟ ولا عامل فيها راجل؟ اه. انزلوا بنفسكم شوفوها. طب يلا. تعالى ورينا المكان. اتفضل اتفضل يا عم حلواني، شوف بنتك قاعده مع مين. في ايه يا بابا؟ الراجل في الجيم ما جاش، بعت مدير اعماله. ايه الطفوله اللي انت فيها دي؟ خلاص يبقى تستنيه بقى لما يخلص جيم وتقابليه. ايه شغل الاطفال بتاعك؟ انا مش حساب حضرتك. معلش، اللي هيدفع الحساب الاستاذ، هو بيتكلم في تليفون بره. ماجد يوسف عمر. في ايه؟ اللي كان قاعد معايا دلوقتي. اللي كان قاعد مع حضرتك؟ ايوه. الاستاذ كان قاعد مع حضرتك، مشي من شويه وقال لسعادتك اللي هتدفع الحساب. ايه؟ مشي ازاي؟ ده معايا الموبايل بتاعي. يعني ايه مشي؟ هو الحساب كام؟ 1500 جنيه حضرتك. حط الحاجه بقى. معاد باقي ف ما يكملش. انا على ايدي. طيب اطلب لنا شرطه السياحه او شرطه المرافق. اتفضل يا ابني، فلوسك اهي بالتمام والكمال. عيد مظبوط كده يا حاج. يبقى خلي بالك يا انسة، عشان ده رابع بلاغ الشهر ده بالكيفية دي. واحد ينتحل صوت احمد السقا وينصب باسمه. طب ما يمكن يكون السقا هو اللي بيعمل كده فعلا. هو بيقول لحضرتك كده لان انا فنانة، يعني ممكن احمد السقا او غيره من الفنانين يكلمني عادي، يعني ممكن كريم عبد العزيز يكلمني عادي، احمد عز، احمد مكي، استاذ علاء مرسي. خلاص شكرا شكرا يا نجمة، شكرا. احنا اسفين يا سيد حلواني على الاقلام اللي كلتوها. لا يا فندم، اكل ايه وانا شبعت؟ انا لما اكل للصبح. والواد ابني ما شاء الله شاف شعره طلع من قفايين بس. تقدر تفضله. شكرا. ربنا يعينكم علينا يا باشا. اتفضل يا ابني، تعالى اكمل لك في البيت. عايزه تمضيني على وصل امانه يا خالته؟ ايه ايه ده؟ تقضي على وصل امانه يا خالتوتها؟ لا مؤاخذه بقى يا اخوي، اصل دي فلوس لا كلت ولا شربت بيها. دي فلوس جمعية أنا كنت عاملها عشان أشتري البتاع اللي بيسخن ده، اللي اسمه ميكروويف. عايزة البتاع اللي بيسخن عشان تستحمى. بابا وحضرتك معايا ولا معاها؟ ما تقلقيش يا لهفة، أنا همضي أنا الوصل ده مكانك. تمضي إيه؟ تمضي إيه يا عبيط أنت؟ يا واد أنت ابني يهبل. ده أنت ابنها يهبل. وهي بنت خالتي، أسيبها بقى تتعرض للاستغلال والجشع اللي أنت بتستغله لها ده؟ أخص عليك. عامل لي راجل وشه؟ أيوه. طيب امضي، بس وحلات امي لو ما جبت الفلوس دي لكون سجناك بيهم. ايه رايك بقى؟ لهفة الحلواني. خالته لو سمحتي ادعي لي بس ربنا يفتحها عليا ويكرمني وانا هسدد لك كل الفلوس دي. يا رب يا اختي. ضايقيش نفسك يا حبيبتي، هي الدنيا كده والحياه كده. يمشي كريم، يجي السقا، يجي مكي، يجي حلمي. الساحه يا بنتي تسع لمليون واحد.